مهند. انا قلت لك احنا خلاص فركشنا. يلا سلام. هتكلمي مين يا بنت؟ مالك انت؟ طب سيبكم كل ده. عرفت حته خبر النهارده هيعيشنا سنين ملوك قدام. طب قولي لي قولي لي، بنت ملك الامارات جايه النهارده. ايه هنقتلها؟ لا هنخطفها. بحر امرك يا شيخ، عايزك تاخد بالك على بنتي وتخاف عليها، عايزها تقضي الاجازه في مصر وتجيها على طول. اوكي تقلقش يا شيخ، انا اساسا مصري وهخلي بالي من الهام. بنتي دير بالك على حالك. خلاص بابا. زين بابا. امي انا اتفقت مع ماما وخلاص حددت الفرح الشهر الجاي. وقدرها من الامارات يا عم كامل. لا 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 احنا مش هنقضي شهر عسل في الامارات، انا هاخدك بالي. بالي بالي ايه وداري مني يا عم انت؟ بقول لك ايه، انا زهقت منك. خد دبلتك. ايه مش عايز تطلع اصلا دبلتك انت. لا امي امي ابا اروح ماكدونالدز. تمام اتفضلي. ايه الحلاوه دي؟ انا اسمي امي ساكنه في هنا جنب. شكرا. تمام يا حبيبتي يلا تعالي اتفضلي. لا لا خلينا انتي معايا ماكدونالدز. تمام اتفضلي. تعالي تعالي يا حبيبتي. لا يا شيخ كله تمام حلوة. والبنت في امان، انا حتى وديتها الاهرامات. حاضر يا شيخ. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. عمو. نعم فاطمه عايزه تاجر عقل. انا هبقى لها عقل لحد عندها يا ناقصك انت كمان. يوه ده ترحم. قولي ساكته بقى. معلش انا اسف ما خدتش بالي والله، بس انا بقالي كتير قوي بره مصر ولسه جاي، بس واضح ان مصر حلوت قوي. ربنا يخليك. باي باي يا فطوم. فطوم